Il est bien marrant la formule, ou un hasard ou fluide. Donc avant de commencer, on a vu un hasard ce qu'on dit ou dire fluide fois v fois g. Ainsi, on a une partie. Si on a une partie. Donc on a dit que ça veut dire rho dl fluide fois v fois g plus k vers la puissance n. Donc là, ce qu'on dit la masse mg sur m. Donc là, nous avons la chance de quoi? Donc on a un mg. Donc ce qu'on dit mg. ناقص رو ديال الفلويد في جي ناقص ها في على بيسونس ان لا رمص نعمل في جي نعمل ناقص رو ديال الفلويد مقسوم على رمص انا رو ديال الفلويد في مقسوم على رمص ناقص ها غير بيستخدم مقسم على لامص بيان انا نرجع لهذا الرو ديال الفلويد فور فوليوم هذه ما جاتني لامص قلنا بالنسبة لنا الرو ديال الفلويد كتعطيني هي لامص ديال الفلويد قسم على في يعني لامص ديال الفلويد كتعطيني سي رو فوا في يعني هذه هي نفس لامص ديال الفلويد يعني جي كتساوي واحد ناقص لا ماس ديال الفلويد على ام ناقص ك في على بيسونس ان لا على ام على ام دونك في هذه الحاله شنو لقينا دونك انا افيك باش تعرف مزيان افيك لا ماس ديال الفلويد كتساوي رو ديال الفلويد فوا فوا في هاضرو في اللي عندك هنايا ها عاودتها اكسبريسيون لاخر لا ماس ديال الفلويد دونك غتبقى عندي هنا دي دو في على دي دو تي كتساوي ماذا؟ كتساوي هي جي عامل واحد ناقص لاماس ديال الفلويد مقسوم على لاماس اللي عندي هنايا ناقص كا على ام فوا في دو فوا في دو ان هنايا غادي نحاول نعرفو لان هادي كواسيون ديفيرونسيال يعني لقينا ديريفي ديفيرونسيال ديريفي اش غنقول دابا؟ Donc, D de V. Alors, la primitive. Différentiel total exact. On va dire la masse ديال الفلويد على لا ماس ام اي بي تساوي ك على لا مزيان هادو سون دي كونستانت اي بي سون دي كونستانت هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لا فيتيس حنا مونطرينا عليها الحالة التالية ديالي غنتعرفو على واحد ليكسبريسيون اخر دونك لي هي سكون ابيل ايتيود في الحالة ديال لوريجين بيرمانون كندوي على لوريجين بيرمانون دونك غنتعرفو على لي ريجيم لي تيب دي ريجيم غنتعرفو دابا على لي تيب دي ريجيم لي تيب دو ريجيم يعني كنعني بها جوج ديال لي بارتي كنعني بها ريجيم بيرمانون معنى بيرمانون يعني متواصل يعني شي حاجة كتبقى دائما يا إما كتكون كرواسونت يا إما كتكون ديكرواسونت ولكن كتبقى بحال هكا إلا كانت كرواسونت كتبقى دائما كرواسونت ديكرواسونت كتبقى دائما ديكرواسونت سا مارش هذا الريجيم بيرمانون الريجيم التالي غنتعرفو على الريجيم ترانزيتوار الريجيم التالي غنتعرفو على الريجيم ترانزيتوار C'est bon, c'est quoi le régime transitoire? Le régime transitoire est comme l'X. D'abord, on s'arrête là, le régime, c'est bon, le régime permanent. Qu'est-ce qu'on a fait de le régime permanent? Est-ce que tu as fait le régime?
لوجيك بيرمانون يعني كاين كيما قلت لك كندرسوا يعني كتكون حاله دراسه حاله معينه متواصله ريجيم يا يعني بحال كنقولوا دراسه الحاله دراسه حاله معينه هو الريجيم بيرمانون هنا كنعنيو به حاجه اخرى بحال مثلا هنا كنديروا ماذا ليتيود ديال لا فيتيس في جي اون فونكسيون ديال لاج اون فونكسيون دي طون الطون هنا نعتبروه بالمتر في السكوند ولا فيتيس هنا نعتبروه اشبه بالمتر السكون المتر متر السكون سي بون دونك هنايا غنختارو نختارو لي ليمون ديالنا مثلا لا فيتيس غادا 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 سيفون سيفون الطون غادا غادا لو كتزاد صغار غادا غادا لو كتزاد توصلت واحد لوكا شنو بقى ليها ولات فيكس يعني تفيكسات كتنقص لا والو دونك تمشات ولات كونستونت مين بدات ليا بدات ليا من الزيرو دونك طلعت كتوصل مثلا هنا واحد لابارتي ماكس يعني سي لا فيتيس ماكسيمال هادي كنسميوها في ليميت صافا هادي كنسميوها في ليميت يعني لا فيتيس ليميتي بالتالي في ليميت لا هذيك هذيك في ليميت كتسمى السرعه القصوى هي لا فيتيس ماكسيمال في ماكس في ليميت في ليميتي صحاب اللي كنحسبوا فيها لا ليميت مار دونك هنايا في هذا لوكا اول حاجه كنبغي مثلا نعرف لا طونجونت اللي غتكون عندنا نرسم واحد لا طونجونت ها هي واحد لا طونجونت بحال هكا ندير قامة طونجونت غنحاول ندير الاسقاط ديالها على لاكس اكس مثلا تعطينا واحد القوة هنايا هاد القوة هادي هي اللي كنعرفو هي الطون ايوا حتى بغيت ندير واحد طونجونت التقاطع ديالو مع هادي النقطة ديال التقاطع كنسقطها كتعطيني هي الطون هادي هي الطون جيم اكس اي سي بون وهنا هاد لابارتي كيما قلت لك يعني انطلاقا من انه كنشوف هادي كي دايره ثابته كونستونت ها هي كامله كونستونت يعني هادي اش كتسمى كتسمى ريجيم بيرمانون يعني كتشوفها بانها كونستونت ثابته ما كتحركش ما كتطلع ما كتهبط ما والو كي كيكون اكسيليراسيون في هاد الريجيم بيرمانون هادشي اللي كيهمني انا يكون اكسيليراسيون الاكسيليراسيون كنعتبروه هو لا ديريفي ديال لا فيتيس يعني هذا هو ديلتا في على ديلتا تي اش كيساوي ليا كيساوي هو في ليميت انا اختار في ليميت يعني اخر ليميت اخر فيتيس يعني في ماكس ناقص في مين في مين عندي هنايا زيرو هنا تبقى عندي في ليميت موان زيرو سيغ لو سيغ لو طون فهاديك هنا تبقى عندي ماذا تبقى عندي تي موان زيرو لو طون عندي هنا شحال كيساوي ليا هو طو هنا تبقى عندي هي في ليميت على على طو دونك l'accélération 0 c'est lié v lim sur mada sur tout donc là dans l'accélération initiale j'ai l'idée de l'accélération accélération la dérivée de la vitesse qu'est-ce qu'on accélération en tout cas la vitesse qu'est-ce qu'on la vitesse seconde le mètre par seconde donc l'accélération c'est quoi يكون بالسكوند لا يكون بالمتر او كاري بالمتر او كاري السكوند باش يعني كيتزاد عندي واحد او كاري اخر يمكن لي يقول له سيد كان كلي لا اكسليراسيون دونك هذا هو لا كيسيون اللي كطرح ليا باش ندير الكالكول ديال ديال اكسليراسيون كيف حالات انه كندوي على ماذا كندوي على لا رياكسيون دي فلويد او كندوي مثلا على الريكسيون دي فلويد دونك في هاد الحالة نقدر نستعمل هاد في ليميت ستادير في ماكس سيغ تو سينون راه منقدرش نخدمها و تو ستاد كتساوي في ليميت سيغ ا زيرو وي اصلا لا هادي كتساوي في ليميت سيغ تو تو بالنسبة قلنا تو هي لا قلنا سي لا بيريود ماش قلنا سي لا بيريود اللي كان نقاوها انطلاقا من لا طونجونت مارش
اما في ليميت راه هي الفي ماكس، يعني اقصى قيمه كيوصل لها كوف، اقصى قيمه كيوصل لها كوف شنو هي هذه؟ هي في ماكس. شنو هي في ماكس؟ هي في ليميت. هادشي اللي كتعوض به شي كيتعطي لك انت المعطيات انت انطلاقا من المنحنى كتلاحظوا، وهذا هذا المنحنى يتعطي لكم في ليكزام ناسيونال. انت الا كنت كتلاحظ فيه مزيان غادي تجاوب، ما كنتيش كتلاحظ غادي تجاوب. دونك انا عندك في ليميت نعرف في ماكس ديما، شوف منحنى خصني نعرف اقصى قيمه ديالو وادنى قيمه، دونك فالور ماكس اي فالور مين. صافي فالور مينيمال هي صفر الزيرو كيما قلت لك هنايا. شوف انا كنقول لك ديال طافي، كنا بغيت نحسب لاكسيلاسيون، اكسيلاسيون ديال طافي سيو دلتا تي شمي دلتا دلتا صافي لا فاياسيون، دونك سافو دير كندير لا ديفيرونس اونتر جوج دي لي بوزيسيون، وي بوزيسيون فينال و بوزيسيون انيسيال. ملي كتبقى عندي فير ماكس يعني لا فيتيس ماكسيمال ناقص فيتيس مي مينيمال مقسوم على ماذا؟ مقسوم على تي ماكس موان تي مين، يعني لو طون ماكس موان تي ما ماكسيمال. بالنسبة لا فالور ديال فيتيس ماكسيمال يعني كنجي المنحنى كنشوف أقصى قيمة كيوصل لها كوب، دونك أقصى قيمة كيوصل لها كوب دونسوكا هي كنسموها في ليميت، يعني قيمة عددية. دونك هنا اعتبرناها سي في ليميت، هاهي سي في ليميت. أدنى قيمة في هاد الحالة كيكون فيها لا كوب هي زيرو، يعني النقطة الأولى ماش بدا تي ماكس، دونك هي طو، يعني اقصى قيمه هنايا وصلناها هي سي سي تو موان تي مين. تي مين راه سي زيرو، يعني ادنى قيمه راه سي زيرو. غير فين عندي في ليميت موان زيرو سي في ليميت، تو موان زيرو سي سي تو، يعني اون توكو لاكسيليراسيون انيسيال ا زيرو كيعطيني ماذا؟ سي في ليميت، وبيان سي لا فالور لا فيتيس ماكسيمال سو سيغ تو ا زيرو كيساوي في ماكس على تو. الكره كيفاش تقدر تلقاه؟ ديما لا طونجون هاد الجهه ترسم واحد لا طونجون. انت مثلا عندك بحال افتيرا ما عرفتش تجي دير بحال هكا، جيب مسطرة ديالك ترسم واحد لا طونجون. ما معنى طونجون؟ ما ماس تكون كتقيس ليك هنا قيس داك لا كوف ماس شفتيها؟ فين هي الماكس عندي هنا؟ فين هي الفالور ماكس؟ فالور ماكس نحكم شنو هي الاسقاط على الاكس اي، هذه هي الفالور ماكس، هذه هي في ليميت اقصى قيمه هي تلاقات ليا مع هاد النقطه هذه، غنعاود ندير لها الاسقاط على الاكس اكس. انا لقيت طو مزيان وي، ولا غولاسيون ديال طو هي في ليميت سيغ ا زيرو. مثلا تعطات لك دلتا اكس، انت شنو معنى دلتا اكس؟ دلتا اكس راه هي اكس فينال ناقص اكس انيسيال، صح؟ دلتا اكس يعني الفاريابل كيكون هو اكس فينال مو اكس انيسيال، دلتا في كيكون هو في فينال ناقص في انيسيال. شي علاقه في هادشي ولا هذه علاقة علاقة أساسية قريتوها عندي في السانكيام، قريتوها عندي في السانكيام في حالة دابا راه ثلاث سنين هذه وما عرفتوش علاش. ماشي النصائح كاع ما كديرو بيهم اخا سي بون كملو بعد انكور باش ندوزو فيها لوطخ بارتي. يعني دون سوكا لاكسيليغاسيون في هاد الحالة هذه اللي بغيت نحسب لاكسيليغاسيون، هذا اكسيليغاسيون انيسيال بغيت نحسب الاكسيلاسيون والتسارع ا اش كيساوي لا هذا واحد شويه لقيناه، هنا كيساوي هو الديريفي ديال لا فيتيس على ماذا؟ دي دو في دي تي، ودي دو في دي تي هذا واحد شويه لقيناه لقيناه بلوز الريجيم العادي هي هادي ناقص بي في لا بيسونس ان، دونك افيك ا سي كونستونت بي سي كونستونت. غنحاول ندور على هاد النقطة هادي باش نكوبيها هاهي، الدرسية مين تقال ها؟ كي كانت الدرسية مين تقال؟ الفيزيك المتعة هادي هي المتعة، قلنا بأن هادي
تساوي دي دو في لاكسيليراسيون تيكال دي دو في دو تي كيساوي جي عامل واحد ناقص لا ماس ديال الفلويد مقسوم على لا ماس ناقص كا على ام فوا في لا بويسونس ام. هنا باش تتفقوا شويه بان هذه كتسمى ميكانيك المواد، يعني الدراسه ديال لا ميكانيك ديال الفلويد. ميكانيك ديال الفلويد راه واحد لا نورم ديال اون باز اسونسيال في لا فيزيك، يعني خصنا نفهمها ضروري باش نتمنى شويه دوك لي زيليمون اللي جاو من بعد. هذه سي لا ميكانيك ديال الفلويد. فوالا هادي هي لاكسيليراسيون. دابا بغيت نحسب لاكسيليراسيون غنحسب بهاد الطريقة هادي، جي عامل واحد ناقص لاماس ديال الفلويد مقسوم على لاماس ناقص كا على ان فوا في دو ان. هادي لاماس ديال الفلويد، يعني الكتلة ديال السائل، هادي الكتلة ديال اش ديال لو كور ديال الجسم، هادي الكتلة عفاني ديال اش ديال الجسم. كيما قلت لك راه يا اما الجسم كيكون كرية او لا مكعب او لا كيف ما كان، وهنا فوا لو فوا لا فيتيس لا بويسونس مارش او بيان فوا فوا لو فوليم لا بويسونس ماشي لا فيتيس سي لو فوليم. و لو فوليم قلنا غيكون يا اما في اس واحد يا اما في اس سي او سي اثنين على حسب ليكسيتاسيون. بالنسبة لسيد هاد لو كور كيكون ديما في شي اناء، ها هاد لو كور كيكون ديما في شي اناء لا في لا مير ولا ديما كيكون في اناء، يقدر مثلا يقول لك في البحر، يقدر البحر يقدر نعتبره اناء عادي. المهم كيكون ان فلويد خصو يكون ضروري يكون عندك ان فلويد صافي كدير ليتود ديالك، شتي فقط كيكون في الفلويد. وي الدرس هذا راه شتو العام اللي فات، شتو العام اللي فات في سيزيام، ولكن شفنا فيه لينيرجي بوتونسيال. دونك نرجعو لابارتي الاخرى مزيان، دونك نرجعو فيها لوطخ بارتي. دابا الى بغينا ليكسبريسيون دو في ليميت، التعبير ديال في ليميت، دونك اللي هي قلنا سي لا فالور ديال لا فيتيس ماكسيمال، هي السرعه القصوى. ليكسبريسيون دو في ليميت شو سمي في ليميت تي كلا فور دونك انا نعتبرو بان في ليميت غاتكون كتساوي هي ا على بي ا لا بويسونس واحد اكس ان. بمعنى شنو هي ا؟ دونك بغيت نمونطخينا شنو هي، لان في ان في ليميت كتساوي ليا جي كا سي بون عامل لا ماس ديال الجسم اللي عندي ناقص لا ماس ديال الفلويد سي بون كل اس واحد على كل اس واحد على ان. دونك هادشي كامل كيعطيني جي راكا، دونك اللي هي الكوفيسيون ديريكتور اللي لي مون كندرسو عاملاش رو ديال الفلويد بين رو ديال الليكيد ناقص رو ديال الفلويد، دونك سي رو ديال اف فوا لو فوليوم سي بون. هادشي كومبليتمون غنرفعو واحد اس واحد سي، دونك لا بويسونس تبقى عندي واحد على ان، في ليميت تبقى عندي سيليسيون سي واحد على ان. دونك V limite, parce qu'on intégrera si J sur K, J sur K, facteur Rho moins Rho d'IL fluide, fois V, cool au souhait de l'aim. Ça fait bien. La personne a fait bien d'avoir dit, je connais bien d'avoir dit. Donc, Rho, c'est la masse volumique. Donc, il faut dire que c'est la masse volumique. Ah? Démonstration, il y a là. Ah, des démonstrations de la mijote ville limite, l'expression de la tabir dire. On a montré que la mijote. Moi, j'ai attendu ça de voir ville limite égale à A à la B à la possession de la ville. Non, 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 دابا مثلا فاش هنا لاماس باينه تسمى لاماس ديال لوكو، وهذيك كتسمى لاماس ديال الفلويد. دونك حتى هنا هذه غتكون لاماس فوليميك ديال اش دي كو ديال الجسم المضروب، وهذه كتكون لاماس فوليميك ديال اش ديال الفلويد، يعني ديال المائع اللي كتدرسو، لاماس ديال الفلويد.
ماس دونك هادي باش كنرمزو لي ام اف او لا كتسمى رو ديال الفلويد. رو ديال الفلويد راه كتساوي سي لا ماس سور لو فوليم، كتساوي لا ماس ديال الفلويد سور لو فوليم. وانا راه عندي ضربت في الفوليم دون سوك، يعني ما مشى ليا والو، فقط يعني غير انطلاقا من لا ماس طرقنا فيغ لا ماس و فوليميك. وانا واحد على بيسونس ان، واحد على واحد على ان. ان قلنا قبيلات هي كتساوي ليا واحد، هي كتساوي ليا جوج. يعني انت تشوف ليكا، يعني لوكا اللي غتكون كتساوي ليا واحد، يعني هاد الاكسبرسيون هادي يبقى عندي واحد على واحد، يعني كلشي كيبقى واحد، يعني كيبقى عندي جوج على كا رو موان رو اف فوا في لو تو لا بيسونس ان. الناس تبقى عندي كفيله وسهله وبسيطه. كل ما نوع عندي مثلا لا بيسونس واحد على جوج، يعني اش غيبقى عندي هادي شي حاجه مثلا اكس اس واحد على جوج. شنو اكس اس واحد على جوج؟ راه هي الجذر المربع ديال اكس، هي الجذر المربع ديال اكس. ماشي هادي اكس اس واحد على جوج. وكان مثلا نفترض بان ان تيكال ا 2 تكون هي الغاسين كاري ديال جي على كا عامل رو موان رو دو اف فوا فوا لو فولي. صافي تخي بيان. هذيك ام اف واسد كاين علاقه ديك كتساوي شي حاجه كتساوي كفا في ولا ما هذه كتسمى لاماس ديال الفلويد. ها انت لاماس ديال الفلويد راه قلنا قبيله بان رو ديال الفلويد ها انت كوتي الحجميه ديال الفلويد كتساوي ليها، كتساوي لاماس ديال الفلويد مقسم على الفوليوم. قلت لي بغيتي لاماس ديال الفلويد اش كتساوي لك؟ كتساوي هي رو ديال الفلويد فوا الفوليوم. يعني لاماس ديال الفلويد تساوي رو ديال الفلويد نضرب في الفوليوم علاقه ثلاثيه. دونك انا في هاد الحاله كنكون لقيت لاماس ديال الفلويد شحال كتساوي لي. صافي مزيان. لاماس ديال الفلويد وي كاين هادشي اللي كاين، هادشي هو المهم، المهم في الدرس. صافي مزيان. نفترض مثلا انه بغيت ندير الحلول ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال، بغيت نلقينا واحد ليكواسيون ديفيرونسيال ياك، بس لقينا واحد الحلول ديال واحد ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك اون اون تروفي كو ان دي دو في على دي دو تي اش كتساوي ليها؟ لان كتساوي هي ا ناقص بي و في على بيسونس ان افيك ا اي بي سو سون دي كونستونت. مي عبارة عن ماذا؟ عن ثوابت. عن ثوابت هذو عطينا لي سبيسيون ديال دونك هنايا ا شنو هي ا ليكتور ديال افيك ا ناقص بي فوا في على بيسونس ان. إلا بغيت نحل ديال لا سوليسيون ديال ليكواسيون هادي الحلول لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. دونك لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون كي غتكون كنستعملو واحد الطريقة كتسمى طريقة أولر، كتسمى لا ميثود دولر. دونك دابخي لا ميثود دولر كتقول لا ميثود دولور كتقول لي بانه مثلا افترض شنو هو دي دو في على دي دو تي سي لاكسيليراسيون. قلنا كيساوي دي دو في ديال لا فيتيس على لو طون كيساوي لي هو ا ناقص بي في اس ان. دونك الا بغيت مثلا ا زيرو يعني في اللحظه زيرو، يعني ا زيرو يعني في اللحظه تي اي تيكال ا زيرو، هذا هو المعنى ديال ا زيرو. دونك نهار كنبغي انا ا زيرو شنو تولي هادي؟ تولي هي ا ناقص بي في اس اس زيرو، يعني كتولي كنعوض ان بي اس زيرو. دونك غنعطي عليك كاع نبين عليك. دونك ا ان كتساوي دي دو في على دي دو تي كتساوي هذيك الناس اللي كنعوضوها غير بواحد جوج، علاش عاودناها بصفر؟ علاش؟ لان هنا خدينا البوان انيسيال كما قلنا في الريجيم بيرمانون، يعني كنبداو نبداو من الزيرو صفر ضروري خصنا ناخذ لوكا ديال الزيرو يعني في الانيسيال. حيت الا بديت من واحد وجوج هذيك كنقول لك بانها خدمنا بان اطوال، يعني ما خدمناش من ان ريجيم بيرمانون اسونسيال، يعني بحال اخترنا بان لوريجين دو روبير كيساوي واحد، واخا لوريجين دو روبير كنشوف كنساوي في الزيرو.
A0 كتساوي A ناقص B. دونك هنا V أس 0 أي عدد أس 0 تيقرا أي عدد أس 0 كيعطيني واحد. دونك كتبقى عندي A ناقص B في واحد يعني A ناقص B. وبالنسبة لأ راه معروفة بالنسبة لإكسبريسيون ديال A راه معروفة وبالنسبة كذلك لك راه معروف إكسبريسيون ديالها. دونك نحاول كاع نعطي لك هنا الإكسبريسيون باش تقرا لي مزيان. دونك هذا غتبقى عندي A قلبي تيس الا بغيت انا غادي تيس جي واحد مار جي واحد شنو كتساوي ليها ولا بالاحرى نعطيك واحد القاعده اساسيه باش نلقى لافيتيس شحال كتساوي لي حيت انا ماشي لاكسيلاسيون كيهمني كتهمني الصفر يعني الا بغيت نلقى لافيتيس في في اي انا كتبقى عندي في اي زائد واحد كتساوي في اي زائد ا اي فوا ديال طاطي يعني فوا لاكسيلاسيون ها هو لاكسيلاسيون لقيتيه مزيان دير اش دير الحل هذه العلاقه باش نلقى الحل ديال ليكواسيون ديفيرونسيال واش كتب لنا المعادله التفاضليه ولا لا راه خصني نلقى الحل ديالها الحل ديالها هو هذا شي علاقه جديده ديك لا الحل العلاقه جديده هو علاقه جديده ولكن راه الحل ديال العلاقه الاولى سي لا سوليسيون العلاقة هذه اللي عندي دابا هنايا اللي كندرسوها دونك العلاقة الثانية نسميها جوج وهي العلاقة واحد العلاقة جوج هي الحل ديال العلاقة واحد حيت هذه ما عندهاش الحل هذه ماشي نكتب صافي نكتب اكسبريسيون صافي لقيتها نحبس واش لقيت الحل راه ما لقيتش الحل راه خصني نلقى السرعة الا لقيت مقدار السرعة لقيت الحل انت الحل عقل عليه هو في ديال اي زائد واحد كيساوي في اي زائد ا اي مضربه في ديال تي هاد اي هذه عباره عن رقم عددي متغير يعني كيساوي كيبدا من زيرو اي كيساوي من زيرو واحد جوج حتى جيسكا ان سالا واحد عدد ان ما عرفناش يعني مثلا انا بغيت مثلا نفترض بغيت انا في واحد ولا في زيرو او في ثلاثه في اربعه شنو غندير مثلا نفترض بان بغيت في زيرو وانا نفترض بان بغيت في واحد واخا صبر انا بغيت انا في واحد واش نعوض اي نديرو في جوج كتساوي في في واحد لا لا اول حاجه نبدا بها شنو هي في واحد راه بحال اللي سويت بحال اللي سويت دونك انا عندي اي زائد واحد بغيت واحد شنو نزيد ليها نزيد ليها زيرو زيرو زائد واحد تبقى عندي هي في واحد اون بلاصه اي باش بزيرو تبقى عندي هنا في زيرو زائد ا زيرو باش دلتا دلتا تي و ا زيرو لقيناه وما لقيناش لقينا ا زيرو شنو هو هو ا ناقص بي هي تبقى عندي هي في زيرو زائد ا ناقص بي عامل دلتا تي شنو هو دلتا تي يعني راه تي فينا ناقص تي انيسيال يعني راه هي تي واحد ناقص تي تي زيرو و هانت لقيتي التعبير ديالك مثلا بغيتي في في جوج باش تعوض اي بواحد يعني تبقى عندك هي في جوج كتساوي في واحد زائد أ واحد دلتا تي وغنرجع هنا باش نلقى لاكسيليراسيون أ واحد يولي هو أ ناقص بي في أسوا أس واحد يعني أ ناقص بي في في صافي تخي بيان دونك هادشي اللي كاين يعني أون توكا في لا شوت ليبر فيرتيكال دون أن فلويد هادشي اللي كاين في الدرس كامل هذا الشيء اللي مهم خصنا نعقل على لي فورس اللي كيكونوا مطبقين على اي جسم عندي دون ان فلويد يعني اي جسم مثلا كيكون في واحد المائع ولا في واحد لا سوليسيون يعني في واحد المحلول خصني نشوف المجموعه القوى اللي كتكون مطبقه عليه القوه ديال لا فورس هي لا فورس دي بوا من بعد قوه ارخاميدس ومن بعد لا فورس ديال لي فوتمون ديال السائل يعني ثلاثه ديال القوى مجموع ديالهم يعني داك في لو برينسيپ دينيرسي نبدا القوس كيقول المجموع ديال القوى كيساوي ليا ماذا فيكتور نيل كيساوي ليا فيكتور فيكتور نيل غنجي نطبق القانون الثاني ديال نيوتن كيعطيني بانه لا سوم دي فورس كيعطيني سي لا ماس نضرب فاش في لاكسيليراسيون نضرب في التسارع وغنحسب شنو هو التسارع التسارع سي لا ديريفي ديال لا فيتيس كيعطيني لا ديريفي ديال لا فيتيس بارابور طون
الا لقيت انا دي دو فاليديتي دونك فهاد الحاله شنو لقيت لقيت ليكواسيون ديفيرونسيال لا فيتيس اللي كتسمى ليكواسيون ديفيرونسيال لا فيتيس دونك من بعد نتعرف شنو هما لي ريجيم نتعرف على مثلا هاد لي فورمول اللي كتبناهم هنايا نتعرف على حنا تعرفنا دابا على ليكواسيون ديفيرونسيال درناها سو فورم دي كونستانت غنتعرفوا على لي ريجيم بيرمانون مع ريجيم ترانزيتوار اللي كيهمنا اكثر كيهمنا ريجيم بيرمانون ريجيم بيرمانون يعني وقتاش كنقول شي حاجه بيرمانون يعني فاش كتكون كونستانت يعني ثابته ها هي في هذه الحاله هذه فهاد الحاله هذه غنشوف بان الماكس غنشوف الماكس ديال المنحنى الماكس ديال المنحنى هو في ماكس يعني في ليميت غنرسمو واحد لا طونجونت الا بغيت القاطو غنرسمو واحد لا طونجونت بالنسبه لهاد المنحنى غنشوف نقطه الالتقاء ديالها مع في ماكس غنسقطها لاكس اكس القاطو بس دوات نسولك هذيك هذيك طوس كتساوي واقيلا في ليميت سيغ في لا قلنا الاكسيليراسيون الاكسيليراسيون هو اللي كيعطيني في ليميت مقسوم على طو اما طو غتكون كتساوي هي في ليميت مقسوم على الاكسيليراسيون هي عندنا علاقه هنا هي راه كلشي كتبوه هنا في هذا السبوس مزيان صح باش نستعقل عليهم كور زائد الحلول مثلا ديال اي ايكواسيون هنايا ايكواسيون ديفيرونسيال كونك يعني اول حاجه خصني نحسب الاكسيليراسيون يعني نحسب التسارع باغ اصلي واحد باجل ثلاثة على حسب اللي مول عندك يون فون بلاصي ان باش داك On a trouvé l'équation différentielle. شد معايا وي واش ديما كتساوي A موان B فو في لابيسونس A ديما كتساوي A موان B شنو هو A و B بعدا شنو هو A و B ميثود دولور وا ميثود دولور راه طريقة أما A و B راه قيم عددية الله يهديك اسمعي كيعطيو لنا في لي دوني هما A و B وشنو كنتي نقول من الصباح وأنا قبيلة سكن هذا هنا غتكون انت هنا وغنبداو الثمانية شهور هنا بغيت نخرج وانا كنهضر شي سؤال تسجلت هاد الحصة واش تسجلت هنا؟ ما نعرف الناس سجلت انت ما نعرف سجلت غنطفي دابا نسد داك لابيل غادي يطلع لك ان شاء الله لا فيديو ان شاء الله نصفارك في صافي وبالنسبه لصاد كنتي كتعرف شي حاجه على التوجيه ولا بغيت نمشي نتقيت هذاك انك كتمشي تقرا في لاشين سميتها انت الشينوا واش مزيان تما ولا اخي مزيان مي راني مزيان في الشينوا هذا ها هذاك الشيء ماضي هاي غادي الفلوس كانوا يقدر تبع شي تمشي واش تنسى شو بتسد تنسى اكد بغيت تمشي 100% هاي قلتي تجيب 10 عنايات واش ما كان ما ديكش جراسد فيك دار خص تحرق شويه الفلوس تما ولا بغيت انت
مزيان. شنو باغي دير من بعد؟ شنو باغي دير تما؟ دير الطب ولا الهندسه ولا نديرو ايكونومي؟ دير ليكونومي. اه شنو ديرها في المغرب؟ بزاف شنو تلقى ليكونومي؟ واش ندير كاع تما؟ تضيع فلوسك وما دير والو تما وغترجع هنايا. علاش اسد؟ لا ليش حسن حسن نشوف شي دومين اخرى ليكونومي بعد هذاك الشيء. وانت كتقرا فيزيك دابا وتمشي دير ليكونومي؟ شنو اللي مزيان كاع ندير تما؟ انا كليك دابا يدير الهندسه يدير الطب وحده في جوج. واش دابا انت خاصك ما تكون عندك لا نوط ولا ما تكونش الالماني؟ ما مهماش لا نوط وما عندهم ما انت خصك تعطي الفلوس وما كيزعمهم. جبت جيب غير 10، جيب غير 10 نيشان عطيهم الفلوس هيهزوك فوق راسهم. واش دابا بغيت نمشي نتقي دابا ولا نخليهم حتى الاخر حتى نشوف بعدا الا دايت؟ دابا الا بغيتي تقي تمشي تكونتاكتي مثلا شي وكاله. حتى الوكالات انا في كادير حتى الوكالات بزاف وكل ما وقتاش كي يمكننا مثلا نعطيو الوثائق ديالنا وكذا كذا غادي يقول لك الوقيته ومن بعد انت عطيهم دوك المعلومات ديالك وكل شيء وفاش تنجح واش بدا الزرقات وسي. هذا كان مزيان اسد قول لنا ما كانش مزيان انت تعرف واش كاين. حتى شي نهار نتلاقاو ان شاء الله ونوي معاك مزيان هذا الشيء صافي. استغفر الله، عرك الله، بون كوراج.